السلام عليكم محمد كتيب، شو معنا فيديو ردة فعل الجيش الأردني القوات الخاصة الأردنية. قبل الفيديو عنا بتشترك القناة نصينا 1000 مشترك وضغط لايك نصينا أبرنا لايكات دول أفضل 4 تعليقات في الفيديو اللي فات. اللي عايز تعليقك تنزل الفيديو الجاي اكتب في كومنت وإن شاء الله يظهر الفيديو الجاي. يلا نبدأ الفيديو. بعدين الفيديو بالقوات الخاصة العراقية. بدأنا الفيديو بحط الرصاص في الأسلحة، بحط الرصاص، بجهز الذخيرة، جهز المعدات للقوات الخاصة الأردنية. شوف بيشين ده خشب تقيل جدين وتمرين وحطه على ظهره بيمشي، يعني قوات مرة رهيبة. وصلي بعوم بينزل تحت ماسورة من تحت المية، يعني تدريب قاسي، تدريب صعب موت. نبيع معه تمريرات في الجبل، نبيع معه منورات إنقاذ مدنيين كده. نوصل القوات الخاصة يعني نورات وتدريبات، بص تدريبات السلاح النارية، بص نوطن فوق تدريبات البطن المروحية، بص ينزلوا من فوق بحبل على البيت على طول، يعني لأ ينزلوا بالحبل على البيت. دي معاه سنايبر في الطيارة، تبقى القوات جيش رهيب، جيش رهيب، جيش رهيب. دي بيصنف من 10 في الدول العربية، جيش قوي ومستحمل وجميل. هو الجيش الأردني وقوة رهيبة، قوة رهيبة، قوة رهيبة. شوف معاه سنايبر، بص بيعمل منورات، بيعمل منورات مركز الرهايل من بتوع داعش كده. شوف ازاي منورات مركز الرهايل، بص نرف وصل فينا العربيات ازاي. واو وصلي كلها تدريبات، عشان في داعش في مؤامرات كده يروحوا يموتوهم ولا يعمل اي حاجة. قوات ضرب طائرات على الاردن، انا اتشرب الاردن وكل حاجة. الاردن بلد التاني ان شاء الله بعد مصر. واو شوف بص من فوق الطيارة بينزل تحت المية، يعني شوف التدريبات الجاسية ديت دلوقتي عشان يحمي القوة الأردنية جميل صعب. يعني في أي حاجة منورات في أي حاجة بيروح على طول. بص دي استعداد، بص عاملين ازاي، دي قوة سودة. واو دي قوة خاصة، يعني هي مش في قوة زيها خالص، دي قوة خاصة بالعربيات المرعة، بتاعت المرعة هي منورات في أي تهديدات في أي حاجة. دي قوات ضرورية للأمن، في الأمن مطلوع الطائرة، الأمن، الأمن العام. بص بيحرسوا المدنيين وكده مع الطائرات، بيحرسوهم أهو اللي هي خطر داعش خطر كده والإرهاب. بص بيعمل نورات بين كذا رهاين، بص بص ومن زي القوة الخاصة، يعني قوة مرة جبارة، قوة مرة جبارة. هو مرة عشان يودي سعد الأسلحة، مجهز الأسلحة عشان يعمل لغة منورات وكل حاجة. بدأوا الضرب، الضرب بكل الوضعيات، الضرب بكل الوضعيات. الطائرات بينزل ازاي من على الطيارة، مش معاه سنايبر. بص بريجيك واحدة فتت الباب، يعني قوة مرة جبارة، قوة مرة جبارة القوة الأردنية. واو قوة عسكرية ضخمة، قوة عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط، قوة عسكرية ضخمة. والنورات بص نزل على طول عشان ينفذ المأمورية على طول، مش هم حياتهم ولا أي حاجة. شوف معاه سنايبر، بص عامل نورات هاي جوا طائرة، طائرة مدنية يجي جوا السفينة. شوف بضرب، بص بضرب القنبلة وهو جنبيه، يعني بص مش خايف من أي حاجة، بضرب تحت المية، يعني هو بص مش خايف من أي حاجة، مش خايف من حياته، هو خايف من حياة وطنه، حياة وطنه أحسن من من الحياة. هو بص هو تدريبات بتاع تدريبات، واو واو بص تدريبات وتدريبات بس خالص، تدريبات بس خالص على الجيش الأردني عشان يتحمل كل حاجة، أي تهديدات خارجية يتحملها. الصد والرد
بخصوص الناس الاشتراك، انا عارف مشترك واضغط لايك، انا اكبر عدد لايكات ومع السلامه.